شكرا للسيادة الوزير فتحي الصغير على طول بدون كلام وبدون مقدمات نجم القاهرة ونجم الأهرامات ونهر النيل النجم الفنان وائل منير. اتفضل حبيبي. الشكرات احنا طبعا للفنان ومن فنان طبعا كل اخوات الفنانين. واغلى تحية لجناب السفير انس بيه جميل، جناب السفير رجل المواقف الصعبة، زمن الفن الجميل استاذنا الكبير انس بيه جميل. شوفتهم قد فيني ألف
زي يا دنيا نامت ما انت حابه تشوفي نامت رغم الذل ياللي شايل هم بكره وماشي تايه مهما تجري ومهما تعامل مش هتاخد غير نصيبك يا نصيبه هو يا عم قبل ما تيجي تلوم على غيرك وتعمل فيها راعي ضميرك بص لنفسك شفت ازاي عرفت اجيبك واجرحك وازن فيك شفت ازاي ما بسيبش حقي وعرفت اغتنى من عيني تشكرني على اللي عملته بجد معاك اصلك كنت بتستغلبني كنت فاكرني ضعيف وياك وانا لازم اقل منك انا لازم اقل منك وصل بعيوني المسك زي ما انا كبرتك فضلتك على كل الناس لازم تقلني صغرت بعيون الناس زي ما اللي يحب التاني احمد الباشا بعد اذنك يابا 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 اللي يحب احمد الباشا ما قدرونيش
وعز مالية ما رحمنيش تكمني يا ناس انا قلبابي تكمني يا احمد انا قلبابي بطلع وبنزل على ما على ما فيش ايامنا كان معايا كان كل الناس ورايا ايامنا كان معايا كان كل البشر ورايا اللي يبص في ايدي واللي يقول لي يا سيدي واللي لحم الكفو من خيري النهارده بيعض ايدي ليه علشان معايير فقدروني ايامنا كان معايا كان كل الناس ورايا ايامنا كان معايا كان كل الناس ورايا كان كل الناس ورايا يلا بالسقف يلا بينا اللي يبص في ايدي واللي يقول لي ليلة جميلة